بإذن الله الفيلم هيعجبكم، وهو فيلم فيه وجهة نظر وفيه موضوع وبيتكلم عن الإرهاب وبيحارب الإرهاب، وبإذن الله يعجب الناس. محمد حبيب محمد فنان كبير وموهوب، وإن شاء الله هنكسر الدنيا بإذن الله. الفيلم عن تفكير بوجهة نظر حقيقية، هو أحسن حاجة للموضوع إن هو يكون في وقته، يعني هو ده وقت اللي احنا فيه دلوقتي هو اللي محتاج أفلام بالشكل ده.